الخبر التاني، الخبر اللي احنا عايشينه النهاردة، الأرصاد، الأمطار في أغلب الأنحاء، انخفاض في درجات الحرارة، الأمطار كانت غزيرة في أماكن كتيرة جدا، الناس رصدت بإيدها المشهد من بيوتها من الشارع، حاولت توصل الصورة طبعا لوصول المساهمات في محاولات استيعاب الموقف من قبل الأجهزة المعنية. الصور اللي معانا دي من أماكن متعددة، صور خاصة تحديدا يمكن مصر الجديدة ومدينة نصر كانت لها نصيب الأسد في الصور وفي يعني سقوط الأمطار بكثافة عليها، وأماكن حيوية جدا وشوارع مهمة دايما بتكون فيها ازدحام، فيها ناس، فيها حركة. كانت النهاردة يعني الصورة لها مختلفة خالص زي ما احنا شايفين الصور معانا. الأمطار واصلة طبعا لمستوى كبير في الشوارع، غطت أجزاء من العربيات ومن وسائل النقل. المشاهد كلها بتتكلم عن يعني محاولات لاستيعاب الموقف من قبل المحافظ، من قبل المسؤولين. طبعا دي من اصعب الصور الحقيقه، انا ما اعرفش مكانها فين بالظبط. الصوره دي طبعا موجوده على المواقع، يعني واخده الحقيقه مساحه كبيره لأن المشهد غريب علينا، مشهد غريب علينا إنه المياه توصل للمستوى ده والعربيات تروح بالطريقة دي. خلينا نشوف إيه آخر الأخبار مع الأستاذ إبراهيم عطل، متحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. أستاذ إبراهيم، إيه الموقف الحالي؟ إبراهيم أهلا بيك. إحنا الموقف الحالي إن الموجة مستمرة معايا لغاية يوم الجمعة. لغاية يوم الجمعة بالشكل ده ولا يعني تختلف؟ غدا قد تكون الامطار لو يعني على الاقل زي النهارده، لو ما كانتش اشد زي النهارده، اذا ما كانتش اشد يعني ممكن يكون بكره اقوى. ممكن جدا. انحاء معينه يا فندم ولا متوقع انها تنتشر؟ خاصة على السواحل الشمالية. نتيجة تكون منخفضات جوية كده بتمر بينا على السواحل الشمالية، ثم تتدرج في الشدة للداخل في اتجاه الوجه البحري والقاهرة والدلتا، وقد تصل إلى شمال الصعيد زي ما وصلت النهاردة. النهاردة أنا عندي في بعض المدن من شمال الصعيد حصل فيها أمطار أيضا خلال هذه الموجة. فإحنا بنناشد جميع المسؤولين توخي الحذر والعمل على. طيب كويس. دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ يعني في محاولات، عايزه بس اكد وحضرتك كده معايا التليفون، ان في محاولات لشفط المياه زي ما احنا شايفين في الاماكن اللي طالتها الامطار. عرضنا الصوره دي في بدايه الحلقه، محافظ القاهره موجود والاجهزه الامنيه موجوده، غرفه عمليات رئاسه الوزراء بتتابع الموقف، غرفة العمليات بترصد كمان الأماكن اللي فيها أمطار ومياه كثيفة. وزي ما احنا شايفين الصور اللي معانا دي من أكتر من مكان، يعني في محاولات ل يعني تسيير الحركة مرة أخرى في الأماكن اللي طالتها المياه بغزارة دلوقتي. اتفضل يا أستاذ إبراهيم. احنا وضحنا قبل كده ان حاله عدم الاستقرار تتمثل في ثلاث اشياء اساسيه: انخفاض ملحوظ بدرجه الحراره عن المعدل الطبيعي ما بين ثلاث درجات الى اربع درجات على كافه الانحاء. تمام. ثم تكاثر السحب المتوسطه والمنخفضه على كافه الانحاء مصحوبه بامطار متوسطه الشده الى غزيره قد تصل لحد السيول اذا ما تساقطت هذه الامطار بشكل متصل. على المرتفعات الجبليه خاصة في جنوب سيناء. تمام. طيب ممكن تقولي الأيام الجاية، يعني ده بالنسبة لبكرة، حضرتك بتأكد إنه الموقف ممكن يستمر إذا ما كانش أقوى بكرة، باقي الأيام؟ تمام. يعني عايزة كواليس حالة الطقس في مصر. حالة سقوط الأمطار وفرص سقوط الأمطار على الأماكن اللي أنا أشرت إليها من السواحل الشمالية الى القاهره والدلتا الى شمال مدن الصعيد مستمره معايا لغايه يوم الخميس ويوم الجمعه ايضا. الموجه قد تصل ذروتها غدا يوم يعني كنا متوقعين الذروه بتاعتها الثلاث والاربع. هتبتدي شدتها
مش عايز اقول تقل عشان الناس ما تسترخاش في العمل، ولكن هتبقى اقل شويه من النهارده واقل شويه من بكره اعتبارا من يوم الخميس والجمعه، وتنتهي تماما مع نهايه يوم الجمعه ان شاء الله. بس في اماكن ما جالهاش مطر خالص. طبعا ده شيء طبيعي. خالص يعني مع الصوره دي في صوره تانية اماكن ما فيهاش نقطه مطر. طبعا ده شيء طبيعي جدا، لان انا عندي السحابه ماشيه في السماء فيها كميه مطر، لما بتخلص هي بتتحرك، طول ما هي بتتحرك عماله تنزل الميه اللي تحتويها. لورثه المطره اللي جواها وكميه الميه اللي عندها هتكون عدت على منطقه ثانيه، فالمنطقه ديت تكون حظها احسن من المنطقه اللي قبلها ما يكونش فيها مطر. لغايه ما يحصل لها ثاني احنا بنسميها في علم الارصاد الجويه ريجنريشن، اعاده بناء ثاني وتملى وتعبي ميه مره كمان وتمطر في المنطقه اللي بعديها. فقد يكون في منطقتين في وسطهم منطقه ما فيش في مطر، قبلها في مطر وبعدها في مطر، لان السحاب اللي عدى تخلص من كميه الامطار اللي كان بيحتويها قبل ما وصول هذه المنطقه. شكرا يا استاذ ابراهيم. ابراهيم عطا المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. دلوقتي الصور اللي معانا دي خاصه ب طبعا الاماكن اللي سقطت الامطار عليها بقوه. غرفه عمليات محافظه القاهره دفعت بعدد من سيارات الكسح بالتنسيق مع الاداره العامه للمرور في محاوله لكسح المياه، فتح بلوعات الشوارع الرئيسيه لتصريف مياه الامطار وتسيير حركه السيارات في الشوارع الرئيسيه، ومحاولات طبعا لفتح الميادين الرئيسيه، والاداره العامه للمرور بتنسق مع مرور القاهره بالتاكيد الموقف، وكان في اوناش مروريه اكيد شفناها، يعني اي حد كان عنده شغل او نزل شاف الاوناش دي في اماكن كتيره لفتح الطرق ونقل السيارات اللي اتعطلت في اماكن كان فيها امطار زي نفق صلاح سالم مثلا ونفق العروبه، كان في اوناش بتنقل اي عربيه ممكن تتعطل بسبب المطر. اذا انخفاض درجه الحراره مستمر على كل مناطق الجمهورية زي ما قال أستاذ إبراهيم عطا دلوقتي في الاتصال الهاتفي اللي كان معانا.